كنتمنوا اننا نشوفوا ان شاء الله غدا رجال يعني المنتجين في بلدنا الحبيب، ونتمنوا كذلك حتى هما يشجعوا معنا هاد الابناء للمواصله وخلق مواطن صالح. شكرا. في اطار الاعتناء الذي يوليه السيد المدير العام للامن الوطني للشرطيين وابناء الشرطيين، ياتي هذا الحفل لتجسيد هذه العنايه الخاصه بهذ الابناء، واللي انهم من بين التلاميذ اللي حصلوا على معدلات مشرفه في امتحانات البكالوريا، وبالتالي تم تسليمهم مجموعه من الجوائز تحفيزيه للدفع بهم باش يكون ان شاء الله يكونوا في خلال الدراسات الجامعيه من الابناء يواصلوا من الابناء المتفوقين ويواصلوا في نفس النهج وخلق مواطن صالح، مواطن لخدمه البلد ديالو. ولما لا اتمنى ان نرى هذ التلاميذ اللي بيننا اليوم ان نراهم في المستقبل القريب من بين الاطر اللي هم منتجين وسط بلدهم، نراهم اطباء، مهندسين، صحفيين، نراهم ان شاء الله شرطيين، وبالتالي ما هي الا مبادره للدفع بهم الى الامام من اجل المثابره والمواصله، ونتمنى لهم كل نتمنى لهم النجاح ان شاء الله. بارك الله فيك. Alors, bienvenue à cette fête. Je tiens tout d'abord à remercier le directeur général de la Sûreté nationale et tous les organisateurs. Elle a de la belle initiative ou a de l'importance les bacheliers de cette année. Et qui dit si j'ai les autres bacheliers de les futures générations, ben ils y doivent mieux. Ben c'est à eux qu'il faut qu'on soit là pour les rassurer les hommes et dire ce qu'on a besoin pour le futur. Merci. Nous avons une fête spéciale qui a été جزيل الشكر للمدير العام الامن الوطني ولأم طنجة على هذا الحفل التكريمي اللي جعلنا اننا كنشعروا بواحد التحفيز اننا نكونوا في المستقبل يعني متفوقين افضل وافضل. متواجده هنايا لانني تفوقت في العام الدراسي ديالي البكالوريا ديال سي ابن بطوطه شعبه علوم حياة والارض، وفخوره بزاف وفرحانه بهذه المبادره الطيبه اللي عملها ولي الامن طنجة ومدير العام الامن الوطني. وطبعا الحاجه اللي طبعا كتانكوراجينا باش نكملوا في المسيره الدراسيه ديالنا. شكرا.